شكرا ومرحبا بالمستمعين. أولا سنهني الجميع أنه اليوم كاين مكتب جديد في الرجاء، لأنه كان يمكن ما يكونش، ولكن بحكم كما قلت القانون الأساسي ديال النادي، فالرئيس الأول هو اللي تياخذ زمام الأمور. فعلا جاوبتي على هذه النقطة، هذا لأنه أولا تفتحت لائحة المرشحين للرئاسة، وبقات حتى الأخير دقيقة ولم نتوصل بأي ترشيح، ودزنا كذلك القانون اللي يقول أنه الرئيس ليأخذ النيابة ديالو. فعلا أنا لم أقوم بلا حملة انتخابية، ولا كان عندي يعني برنامج محدد، إلا أنه كان عندنا واحد يعني العمل اللي قمنا به وبديناه مع المكتب ديال السيد جواد زيات الرئيس، اللي عشنا معه اوقات يعني سعيده وفرحنا، لانه كانوا ثلاثه ديال الالقاب يعني ومقابلات اللي فرحنا وفرحوا فيها الجمهور. وفعلا هذا الشيء ما هو الا ايجابي، وبما انه هذا النوع ديال التسيير اللي كان معقلان وكان برزانة، تنظن انه احنا اليوم ملزمين والاحرى انه نمشيو تكميلا للعمل اللي كنا قمنا به والقاعده اللي مشينا بها. هذا يعني لا يعني انه هذا سمحتي لي سي رشيد الايدي بهذا. فكل شخص عنده شخصيه ديالو، كل انسان عنده المسائل ديالو الشخصيه ديال التسيير والمنظوره ديالو التصور ديالو للاشياء، واللي هي تتخلي هذاك التميز لوم سي لو ستيل الخصوصيه، لوم سي لو ستيل كوم ديزي في اسان دو سي رشيد. هذا يعني بين قوسين ان المشروع ديالك هو مشروع، هو تكميلي لمشروع السي فؤاد زيات، ولا بدا اولا كاع حتى المشروع ديال اللجنه المؤقته ديال السي محمد عوزان واللي بدا هذه 32 شهر. فانت تنظن في سيرو غادي هذه المشاريع. كان عندي الشرف باش نكون في هذه اللجنه المؤقته وكذلك في هذا المكتب، وعشت معهم هاد الظروف هذه وكيفاش يعني التحولات كانت وكيفاش الاستمراريه كانت. مع كل الاسف قطع التليفون، نعاودوا نحاولوا نتصلوا بسي رشيد. كما كان الحال قبلنا الاعتذار ديال السي رشيد الاندلسي الله يحسن العون. ان تصبح رئيسا للرجاء ماشي سهله نهائيا، واللي تيصحابوا بان رئيس الرجاء راه سهله والعيشه ديالو سهله راه غلط، وغلط بزاف. ما عرف واش تقطع التليفون حيت لا شارج ديال نديرو وقفة. الوقفة واجدة، نديرو الوقفة ونعود باش يكون معنا على المباشر سي الو. انقطع الخط بوحدو، لا بلا ما دير الوقفة. انقطع الخط بوحدو. اللي كنا في القضية ديال المشروع، هو المشروع ديال الزياء، هو المشروع ديال المكتب المديري ديال الرجاء منذ 32 شهر. واش الحالة المالية بعد يعني الوباء ديال الكورونا وبعد تأخر كأس العربية، يعني عدم لا الجمهور ما دخل، لا الكاس العربيه اللي كانت ناويه تضخ في ميزانيه الرجاء 6 مليون دولار في اول وهله، هادشي مع تضخم هذا واقع ديال الاجور ديال اللاعبين في الموسم الثاني، واش هادشي كله كان الحاله الماليه حاليه، واش ما خلعكش السي رشيد؟ يعني الحاله الماليه الان يعني كان هذا واقع اللي كنا خصنا نصمدوا امامه ونمشيو ونوقفوا به، ويبقى دائما بين اعيننا هاد الشيء هذا، لانه يعني حقيقه الوضع ماهوش مريح بالنسبه للرجاء ولا بالنسبه حتى للفرق كامله. احنا ما تنتكلموش على الرجاء يعني كانها استثناء، تنعرفوا ان برشلونه اليوم عندها مشاكل عظمى. هذا 190 مليون للديفيسيت برشلونه ديال الاورو، يعني هذا شكل اخر كل واحد يعني. ولكن اليوم فعلا كاين شيء اللي هو باش نعرفوا القيمه ديال الجمهور وشنو الدور اللي كيلعب الجمهور والمحبين ديال فريق الرجاء، لانهم تيلعبوا واحد الدور اساسي في الموارد ديال الفريق الرجاء البيضاوي. فاحنا خصنا اليوم نشوفوا منين نجيبوا موارد، وهذا هو الاهتمام. وعود السي رشيد، هذوك وعود انيه
انا يلا تقلت هاد المسؤوليه البارح، يعني خصنا واحد المهله وخصنا التفكير، وهذا خصو دراسه وخصو وقت باش يمكننا نشوفوا كيفاش نخرجوا من هاد يعني هاد الوضع هذا اللي اليوم هو وضع كما قلت لكم ماشي مريح. واش البطوله العربيه اللي تلعب نصف النهائي العوده ضد الفريق الاسماعيلي المصري يوم 11 يناير والنهائي ما عرفناهاش، واش اصبح يعني هدفا ماشي غير رياضيا فقط ولكن اساسي باش الرجاء تكمل الموسم في احسن الاحوال؟ يعني هدف يعني مشروع ديال المدى القصير الان، لانه احنا اليوم تنسيروا اي يوم من اليوم كل يوم بكل يوم شهر بشهر، لان وتنظنوا انه اللي قبلتنا هو هاد نوصلوا لهذا الهدف هذا ديال الكاس العربيه ان شاء الله اللي غادي تكون في المغرب واللي تحمل اسم صاحب الجلاله، فهذا يعني تيحفزنا اكثر باش نمشيو لهاد الكاس ونديروا ان شاء الله. وتمنوا من الله ان جميع المكونات ديال الرجاء من الجمهور من المحبين من كله انه يعاونونا ويمشيو في الاتجاه ديال الفريق ديالنا ويديروا فينا الثقه ديالهم، لانه حنايا محبين ديال هذا الفريق هذا، وحنايا كذلك تنعطيو اكثر ما يمكن لنا الفريق ديالنا لانه تنبغيوه وهو منا وحنا منه، وتنطلب انه الجماهير كلها يعني تدفع معنا بقدر ما يمكن باش نزيدوا للامام. سي رشيد اخر سؤال سمحتي. تفضل. يعني اقاله بين قوسين ديال انيس محفوظ من الكتابه العامه خلق واحد النقاش في يعني في المحيط القريب لفريق الرجاء، واش 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 انت بغيتي تخدم مع كاتب عام اللي داير فيه الثقه اكثر، واش المكتب المسير بغى يلصق الخطا ديال بلفت فخير السي انيس محفوظ؟ يعني واش ما تظنش بان هذا الشنآن اللي وقع حاليا كان يمكن الرجاء تفاداه في ظل هذه الازمه الحاليه؟ ما تنظنش شكون كاين هناك شنآن. عاد توصلت برساله من عند السي انيس محفوظ، كان عندنا اجتماع خصنا نكونوا فيه، وكان تيقول لي اسمح لي لانه عندي يعني اغراض مهنيه اللي منعتني انه نجي. انا كنا كنتناوه، هو استاذ محفوظ كنعرفوه انه استاذ مقتدر وعنده يعني خبره كبيره في الميدان، ويعني تقلد منصب ديال الكاتب العام ونجح فيه، وتنظن الان كان عنده يعني امتياز انه يكون رئيس ثاني، وحنايا دائما حنا معاه في التشاورات. قبل يكون نائب ثاني للرئيس؟ نعم. قبل يكون نائب ثاني للرئيس ولا مازال؟ انا قلت لكم كان يمكن كان تنتناو باش يكون معنا في هذا الجمع وما جاش لانه عنده ظروف مهنيه اللي. ولكن واش هذا الشيء كله معنا كان ضروري في هذا الوقت سي رشيد؟ يعني حيت انا عشت منذ 24 ساعه يعني انا لحد الان انا ما كنشوف حتى شي شنآن حتى شي تشنج. انا الامور هي طبيعيه لانه دائما تتكون بعض محادثات ومذاكرات يعني اللي يمكن تعاتب توضع الامور. حنا يلا تنجلسوا بحال شي واحد اللي تيوجد راسو باش يجلس. نعم. حنا باقيين ما جلسناش، حنا باقيين واقفين تنشوفوا كيفاش غادي تكون الامور وشنو هي احسن وانجع طريقه اللي غادي نمشيو بها، وبعلاقه بلوم الستيل كما قلت تفضل فيه. اكزاكتومون. لا لا انا نفهم بان رئيس باغي كاتب عام اللي تتفاهم معاه اكثر، هذا ما تدوي على المحيط الرجاوي. اخر سؤال اسمح لي. الرجاء سيلعب يوم السبت على الساعة 7 والنصف في بركان، ثم الثلاثاء في السنغال. واش الرحلة بين بركان والسنغال عبر الدار البيضاء واش تأمنات وقع فيها حتى مشكل؟ الحمد لله كل شيء الترتيبات اليوم على يعني في الطريق ديالها وغادية وفي أمل الله بشكل. فوقاش تسافر الرجاء للسنغال؟ اليوم تنظل 21 او 22 حنا تنشوفوا تنحاولوا واحد ليلة. نعم. طائره يعني تكون طائره يعني تزاد لانه كاين ثلاثه ديال الطائرات اللي تمشيو السنغال يعني وهذو في اتفاقيات، تنشوفوا واش تكون طائره تجاريه او ثاني تزاد الرابعه، ولان هذا تتطلب اتفاقيات يعني على مستوى عالي بين وزاره الخارجيه والمؤسسات الدوليه.
شكرا جزيلا سي رشيد الاندلسي. اليوم ما يمكنش نعطيك اكثر من الاسئله، وكنت نطلب على الله من بعد واحد الشهر ولا شهرين تعطينا واحد البرنامج مطول اكثر ندخلوا فيه العمق الاشياء في الرجاء. شكرا جزيلا سي رشيد. شكرا.